السلام عليكم. ظهر فيروس كورونا المرعب وظهرت معه مخاوف تحوله إلى وباء يفتك بالبشر. معيدا إلى الذاكرة مناظر الموت التي سببته الفيروسات قبله على مر التاريخ. في هذا الفيديو سأقدم لكم 3 من أكثر الأوبئة فتكا عبر التاريخ. قبل ذلك، إن كنت أول مرة تزور قناتي لا تنسى الاشتراك والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس للتوصل بكل جديد. ثالثا، وباء جوستينيان. تفشى في الإمبراطورية البيزنطية 531 ميلادية. قدر عدد الضحايا بمئة مليون شخص بمعدل 5000 شخص توفى يوميا. لعب دورا كبيرا في تغيير التاريخ. ثانيا، الإنفلونزا الإسبانية. ظهرت بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، أصابت ثلث سكان العالم وقتلت 100 مليون شخص. عرفها الباحثون على أنها إحدى سلالات فيروسات H1N1. سميت بهذا الاسم لأن إسبانيا كانت محايدة في الحرب حيث ركزت على هذا الوباء. ثالثا، الموت الأسود. أطلق هذا اللقب على الطاعون بصفته أخطر الأمراض الفتاكة على مر التاريخ، والتي اجتاحت أوروبا وآسيا في منتصف القرن الرابع عشر، ويعتبر أول وباء حقيقي على الأرض، حيث ينتشر بنسبة كبيرة بين الناس، مخلفا وراءه ملايين الجثث. إذ قتل ثلث سكان أوروبا، ففي القرن الرابع عشر كان قد قضى على 200 مليون شخص. تبقى الملاريا والكوليرا والتايفوس والإيدز أمراضا وفيروسات أخرى تقضي على مئات الأشخاص سنويا، وبعضها لم يتم التوصل إلى دواء يقضي عليه إلى يومنا هذا.